الدنيا لها قوانين والآخرة لها قوانين. الدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم. الدنيا الآخرة تسوى فيها الحسابات، لا تصلح إلا بالإيمان والاستقامة والعمل الصالح بالآخرة. فالدنيا حتى الإنسان ما يختل توازنه. الذين ملكوا الأرض كفار ممكن، لكنهم أحسنوا إدارتها، فلما أحسنوا إدارتها وتفوقوا ملكوا الدنيا، عندئذ فرضوا كل ما يريدون على بقية الشعوب. فنحن في خطأ معنا، مسلم على عيني، مؤمن ممتاز، بس ما لم تتفوق لا يحترم دينك. يعني صراحة مجتمع إسلامي في بطالة كبيرة جدا لا نحترم، في عنوسة كبيرة جدا، العنوسة في بعض المجتمعات 50%، البطالة في بعض المجتمعات 60% بطالة، في بطالة مقنعة. إن أعطيت إنسان 6000 بالشهر هذا بطال، إنه ما بيكفي، يحتاج إلى 20 حتى يحقق الحد الأدنى من كرامته. فلذلك ما لم نحل مشكلات الشباب، ما لم نهيئ مساكن للشباب، ما لم نهيئ فرص عمل للشباب، ما لم نهيئ زواج للشابات، ما لم نخفض نسبة العنوسة، ما لم نخفض نسبة البطالة، لا نحترم في العالم ولا يحترم ديننا. هي حقيقة مرة، وهي عندي أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. لا تكن إنسان سلبي. يا أخي دين عظيم، امبارح صليت بكيت، بارك الله، شيء رائع جدا، لكن ماذا قدمت لهذه الأمة؟ ماذا قدمت؟ قدمت شيء جيد؟ أضخم قطر إسلامي 250 مليون عن طريق التجار فقط، لو ما رأوا من هؤلاء التجار الاستقامة والصدق والنزاهة والخدمة ما أسلموا. أنت ماذا قدمت؟ يكفي أن تكون صادقاً فأنت أكبر داعية، يكفي أن تكون أميناً فأنت أكبر داعية، يكفي أن تكون عفيفاً فأنت أكبر داعية. قدمت شيء؟ أخواننا الكرام، الحقيقة التي أتمنى أن تكون واضحة لديكم، اسأل نفسك كل يوم ماذا قدمت للمسلمين؟ أما كل اهتمامك لمصالحك، كل اهتمامك ينصب في بيتك ولا يعنيك من أمر الناس شيئاً، لا وزن لك عند الله، فلا يقيم لهم يوم القيامة وزنا، لهم صغار عند الله. ماذا قدمت الأمة؟ أتمنى أن تشحذ الهمم، أتقن عملك تكون قد قدمت شيء للأمة. أعرف رجل عبقري في الحواسيب الصناعية، فكل حاسوب صناعي وراءه معمل ضخم وفيه 500 عامل، أيام تتعطل لوحة إدارة الحاسوب، إصلاحها 1,000,000 ليرة، تعطيل المعمل أسبوعين تقريبا. الله وفقه إلى إصلاح هذه اللوحة، عم يتقاضى 10,000 على إصلاح اللوحة، ويومين ثلاثة. كم خدمة قدم للأمة؟ كم معمل تعطلت هذه اللوحة؟ كان في تعطل شهر، وفي ذهاب اللوحة إلى بلاد بعيدة جدا، والدفع قريب 1,000,000 ليرة. أتقن عملك تكون قدمت شيء للأمة كبير جدا. أتقن دراستك، كن طبيب لامع، كن صناعي كبير، هيئ فرص عمل للناس. قال لي أخ، أنا أريد أن ألغي المعمل، أن أصفي المعمل. قلت له لماذا؟ قال لأنه ما في أرباح، المصاريف تساوي الأرباح تماما. قلت له كم عامل في عندك؟ قال لي 80. قلت له هذا أكبر ربح، أنت فاتح 80 بيت، فاتح 80 بيت، أنت مأمن فرص عمل ل80 أسرة، كل بيت فيه 5-6 أولاد وفي زوجة، بارك الله به، تابع عمل ما ترك. فأنت بس تفهم الدين عطاء. أنت ماذا فعلت؟ طالب تفوق،
تاجر ائت بالبضاعة الجيدة وليكن سعرها معتدل، فأنت مع النبيين، التاجر الصدوق مع النبيين. إندونيسيا فتحت عن طريق التجار، صناعي قدم صنعة متقنة بسعر معتدل، هيئ فرص عمل للشباب. واحد ذهب إلى بلاد الغرب، إلى ألمانيا بالذات، لإنشاء معمل كبير، صعق حينما وجد أنه ليس هناك من شروط إطلاقاً إلا تعهدين، أن يتعهد بتأمين فرص عمل وعدم تلويث البيئة، وقدموا له كل دنم أرض بأجرة مارك واحد بالشهر. طلب 100 دنم، الدنم بمارك، وأسس عمل وقدم تعهد بعدم تلويث البيئة، وقدم تعهد بتأمين فرص عمل للمواطنين. قدموا. إذا أيام التعقيدات تشل اقتصاد الأمة. تعقيدات، لك شيء شبه مستحيل أخذ ترخيص مثلا، هذا من تخلف الشعوب الأخرى. فلذلك اسأل نفسك، ماذا قدمت لهذه الأمة؟ قدمت علم؟ قدمت أولاد عندهم وعي كبير وملتزمين، صاروا أطباء، صاروا قضاة، صاروا محامين، صاروا مهندسين، ما غشوا، كانوا أدوا عملهم. لذلك أيها الإخوة، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. الكتاب مطبق، آمنت به أو لم تؤمن؟ قوانينه مطبقة، آمنت بها أو لم تؤمن؟ ينالهم نصيبهم من الكتاب. إذا أتقنوا الدنيا تفوقوا فيها وملكوها. إيه الكتاب جاي؟